شوية على الفترة اللي فاتت. أكيد الفترة اللي فاتت كان صعب على الناس كلها. طبعا أنت طمنا عليك برضو من ناحية أنت عملت عملية فتاق تقريبا، فطمنا وطمن جماهير النادي الأهلي، إمتى إن شاء الله نشوف حسين في الملاعب؟ والله يا كابتن يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني باذن الله من غير مقاطعه. الحمد لله يعني انا دلوقتي احسن بكتير طبعا بعد العمليه وكده، بس ان شاء الله يعني قدامي 4 5 اسابيع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله اكون متواجد واقدر ان شاء الله اشارك والعب باذن الله. فالحمد لله بتعمل ايه يعني اليومين؟ يعني في علاج طبيعي فترات يعني في الدكتور طبعا اللي عمل العمليه كاتب لي على حاجات وبعتها لي على الواتساب او في تواصل دايما ما بيننا، وقال لي حاجات اللي انا امشي عليها في الميه او مثلا في البيت وما انا قاعد فيه تمرين بقدر اعملها وكده. وانت لسه جاي برضو من الميه، فانت كانت فرصه ان انت فعلا تعمل كده. انا كنت انا متفق معاه كمان على كده، ان انا اقدر مثلا اسافر عشان خاطر جزء من العلاج. جزء من العلاج بتاع اللي ده احسن، وحتى يكون بعيد مثلا عن هنا وبعيد عن ضغط الكوره والماتشات، فاللي بعيد حتى عن النادي عشان خاطر ايه تقدر برضه تكون في نفس الوقت بتغير جو وفي نفس الوقت يعني بتلين، وبتقدر مثلا انت تعمل تمارين وتعمل حاجه بعيد عن الناس. على اساس اول ما تبدا الجد شويه يبقى انت مستعد، يبقى عندك مستعد خلاص، عندك استعداد خلاص انك خلاص توصل ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله انت هدفك ان شاء الله نوصل يعني على المباراه الافريقيه ان شاء الله. يعني ان شاء الله يكون باذن الله يعني ان شاء الله من غير مقاطعه، ويكون يبعد عننا اي اصابات او يكون اي حاجه تاني ان شاء الله. ان شاء الله اكون متواجد مع الفريق واقدر اساعدهم ان شاء الله ونحقق البطوله الغاليه طبعًا. اللي طبعا حلم النادي الاهلي والجمهور واللعيبه والناس كلها طبعا والاداره، فدي ان شاء الله نقدر نحققها ان شاء الله السنه دي مع بعض كلنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا حسين، وتحقق الدوري وتحقق كمان ان شاء الله طبعا يعني باذن الله. نقطه افريقيا، لان نقطه افريقيا طبعا يعني حلم.